بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى على كل حال، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الصحب والآل، ورضي الله عن من سار على نهجه واتبع هداه وهديه وخطاه إلى يوم الدين، وعلينا به يا رب العالمين. ليلتنا هذه ليلة الجمعة، والله تعالى حدثنا في كتابه عن شأن يتعلق بيوم الجمعة، وهي قصة لها أثرها ولها مقدماتها ونتائجها، وهي إحدى حلقات حديثنا عن قصص القرآن العظيم. قال الله تعالى في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوها قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين كان يخطب بين وبينما بمعنى واحد بين كان يخطب يوم الجمعة إذ قدمت عير لأهل المدينة، فتسامع الناس بها فخرجوا إلى استقبالها والنظر إليها حتى لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هذه الحادثة على وجازتها في الرواية لها تعلقات ومعان وآثار كثيرة تستنبط منها، وينبغي للإنسان أن يتمعن فيها كي يعرف حقيقتها ولا يخرج عن المعنى المراد من الرواية هذه. أولا، خرج الإمام أبو داود في كتابه المراسيل أن هذه الحادثة وقعت في أوائل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. هذه فائدة سنرى يعني أثرها. كذلك قال إنها حدثت لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الصلاة على الخطبة كما كان يفعل في العيدين، وقد كان هذا أيضا في أول الإسلام في أوائل الهجرة، كان يصلي الجمعة أولا ثم يخطب بعد ذلك كما نفعل يوم العيد. وكان الذي جعله بوحي من الله تعالى يقدم بعد ذلك الخطبة أولا ثم الصلاة ما وقع في هذه الحادثة. أولا، نتبين يا أيها الكرام معنى انفضاض هؤلاء من الصحابة الكرام وخروجهم إلى رؤية العير التجارية التي قدمت يوم الجمعة، ويذكر بعض أهل العلم أنها كانت يقودها دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه، وقد كان هذا الرجل وسيماً قسيماً جميلاً، وكان سيدنا جبريل عليه السلام ينزل حيناً بهيئته، ينزل على رسول الله حيناً بهيئة رجل، وكان ينزل بهيئة دحية حتى يظن الناس أنه دحية وهو جبريل، فيدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته أو يماشيه وهو يقرأ عليه القرآن. هذا الرجل هو الذي كان قائد هذه العير التجارية التي وصلت إلى المدينة وقت الجمعة. أولا، نذب ما قد يخطر في بال بعض الناس
من اتهام أو قدح أو انتقاص من مقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس من القديم قد قالوا مثل هذا الكلام، فقالوا إن كان الصحابة قد انفضوا للتجارة فأحرى بنا وأجدر أننا ننشغل عن الصلاة ونتركها ونضيعها وما إلى ذلك. أقول يا أيها الإخوة، هذه كما قلت تهمة قديمة باطلة وضلالة وزيغ أوقعه الشيطان في قلوب بعض الناس، إما جهالة وإما والعياذ بالله تعالى حقدا وضغينة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نزل القرآن بمدحهم والرد عنهم وتكريمهم. الإجابة الأولى أن هذا كان في أوائل الهجرة، يعني أن الأنصار كانوا قد دخلوا في الإسلام حديثا، فالذي يدخل في الإسلام حديثا لا يكون كالذي قد مر عليه أيام وتخضرم في حب النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة أركان الإسلام ومعرفة فضائل الصلوات ومعرفة ما يجب عليه وما ينبغي أن يحافظ عليه. هذه واحدة. الثانية أنهم كما وردت الرواية في مراسيل أبي داود كانوا قد صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع في نفس كثير منهم أنهم قد أسقطوا الفريضة عنهم بأداء الصلاة، الصلاة خلصت، مثل ما أطلع يظن بعض الناس يوم العيد أيضا، ترى يصلي ويمشي ما يحضر خطبة، يقول لك خلص صلينا. هذا ظن خاطئ، وهؤلاء كانوا معذورين لأنهم كانوا في أوائل الأمر، أما نحن لسنا بمعذورين لأننا نعرف الأحكام وقد استبانت بشكل واضح وفصلت. أما هم فكان الأمر في أوائل الهجرة، فلعلهم لم يكونوا قد عرفوا أن البقاء في الخطبة وسماعها فريضة كما هي الصلاة فريضة. سماع الخطبة إن كان الجمعة إن كان عيدين هذا مطلوب يا أيها الإخوة طلبا جازما، وليس هكذا إلى شأن الإنسان بقعد ما بقعد على كيفي، لا هذا لا يصح، وسآتي على ذلك في النهاية بعون الله. ثالثا أن هؤلاء من الصحابة الكرام لما أدوا الصلاة وفرغوا منها وحضروا قسطا من الخطبة مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا لرؤية التجارة، كانوا في زمن لم تكن الأسواق فيه كأزماننا، ولم تكن شؤون البيع والتجارة كما هي اليوم. اليوم تخرج إلى أقرب مكان فتجد عنده السلع الكثيرة، أما في ذلك الزمان فإن كثيرا من السلع ومنها ولعلها من أهمها الحنطة الزيت وما إلى ذلك لم يكن موجودا أصلا في المدينة المنورة، وإنما كان يأتيه من بلاد الشام أو يأتيها من بلاد الشام، فكانوا يخرجون رغبة في أقواتهم وطعامهم أن يدخروا قوتا لهم، فهذا شيء مهم جدا لكل إنسان، قوته الذي يعيش به ويقتات عليه على مدار سنة ويدخره، هذا يأتي في الرحلة التجارية التي قد لا يخرج فيها أو قد لا تحدث في السنة والعام إلا مرة واحدة أو مرتين، فهذا أيضا عذرا لهم في خروجهم. ثم بعد ذلك كله هم بشر يخطئون ويصيبون، ولكن مزيتهم أنهم يسارعون الأوبة والرجوع والإنابة إلى الله عز وجل والاعتراف بالخطأ إذا أخطأوا. هذه كلها يا أيها الإخوة تذب عن مقام هؤلاء الكرام الفضلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين أقل واحد فيهم مرتبة ومنزلة أعظم من أعظم صالح وتقي وولي في عصرنا. هذا أمر مقطوع وقد نص عليه الأئمة، أصلح الصالحين في عصورنا أقل الصحابة منزلة أفضل عند الله تعالى منه.
فمن يتكلم بعد ذلك على رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما هو متهم في دينه، متهم في إيمانه. والله تعالى يقول: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الآية في سورة الفاتحة. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني: الإنسان يأخذ العبرة والعظة من هذه القصة والحادثة التي جرت. كثير من الناس في زماننا تراه يقدم إلى صلاة الجمعة عندما يقيمون الصلاة ويؤدون فريضة الجمعة ركعتين، وأما الخطبة فكثير من المسلمين اليوم لا يحضر إلا نصفها، ربعها، ثلثها، وأحيانا لا يحضرها كلها، وإنما يدرك جزءا من الصلاة فقط. وهذا أمر تشاهدونه وترونه في كل أسبوع. هذا التقصير يا أيها الإخوة، بعد أن علم الإنسان وقرأ هذه الآيات وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بعد ذلك كيف تطيب نفس الإنسان أن يأتي متثاقلا إلى الصلاة؟ قد يعذر الإنسان في مرة أن يتأخر لسبب من الأسباب، لعارض عرض له، لكونه تأخر في منامه مرة مثلا، قد يعذر في ذلك. وأما أن يتخذ ذلك ديدنا، كما قلت ليس الأمر أن يؤذن المؤذن الأذان الأول حين بداية دخول الوقت، وإنما يقدم حينما يدخل الإمام في الصلاة، يعني لا يحضر الخطبة أبدا. كم يحدثونني في مسجدنا وكل مسجد، قد رأيت ذلك بعيني، لم يعني ينقل لي نقل، رأيت ذلك بعيني مرات ومرات. عبد السحسن جاي سحسني، وكيف يأتي هذا الرجل أصلحه الله وهداه، يأتي أيضا بثياب البذلة المهنة، يعني ثياب النوم التي كان نائما فيها، يأتي بها إلى المسجد يؤدي الصلاة بين يدي رب العالمين. يا أخي الكريم، أما سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين؟ أما سمعت هذه الآية الكريمة؟ أخذ الزينة يكون بلبس أحسن الثياب وأنظفها وأطيبها رائحة وأكرمها، وكونها فضفاضة لا تجسد العورة ولا تشف عما تحتها، وكونها بياضا إن كان الوقت يسمح بذلك. كل هذا من الأوامر والأداب الإسلامية التي تطلب من المسلم أن يؤديها، وبخاصة يوم الجمعة، في كل الصلوات وزيادة في يوم الجمعة وفي صلاة الجمعة. وأما أن يأتي الإنسان بجنة الرياضة، فأنا يعني سبحان الله، حرام لا يخيمه حرام، الصلاة صحيحة، ولكن تطيب نفسك أن تأتي إلى أي إنسان ذي شأن بسيط عندك أن تستقبله بجنة الرياضة؟ لعلك تقول لا، لعلك، وإن قلت نعم فشأنه. ولكن كل من يعني يقدر الأمر قدره يقول: الإنسان الدامي محترم، فلبس الراضي كويس البطاعة بستوعب. أفتلبس الإنسان ولا تأتي لبيت الملك الديان بثياب طيبة؟ هذا يا أيها الإخوة تقصير، ولا ينبغي للنساء فعله. كذلك التأخر الذي ذكرناه، التأخر عن صلاة الجمعة إلى أن يفرغ الإمام من خطبته، من يفعل ذلك يأثم إثما شديدا، وقد عده بعض أهل العلم من الكبائر. مو ترك الصلاة، ترك الخطبة. الخطبة بمقام ركعتين، يوم الصلاة عند الظهر 4 ركعات، يوم الجمعة نصلي ركعتين، الخطبة بمقام ركعتين والصلاة ركعتين. فمن ترك الخطبة لم يستمع إليها ولم يحضرها، فكأنه انتقص من ركعتين من ركعات الصلاة. ثم يا أيها الأحبة الكرام، كثير من الناس يأتي إلى المسجد غير متطيب، غير متنظف،
غير مجهز نفسه، غير مستعد للسماع أصلا، يأتي بين النائم واليقظان. عبدلولح. ثم الأعجب من ذلك الذي أتضايق منه حقيقة، وهو حق لا أتضايق منه لشخصي، وإنما هو حق ونصيحة أسديها للمسلمين. أرى كثيرا من إخوة الشباب في العشرين والخامسة والعشرين وبداية الثلاثين يسندون ظهورهم إلى الجدران والحيطان، ويدعون كبار السن الذين تجاوزوا الستين والسبعين يجلسون القرفصاء. طيب فهمنا، يعني أحكيها بصراحة، يقول لك أدب برات الجامع كمان جوات الجامع أصيب أدب، ولكن إن كان كثير من أبنائنا يرفع رجله في وجه أبيه في البيت، مو قصدا يعني لمثال، لكن يجلس يضع يدا تحت رأسه ويرفع رجله في وجه أبيه، وأبوه لا يقول له شيئا. ولو أنني سألت أباه هل فعلتها مع أبيك يوما؟ قال كان كسحني طردني من البيت. قال لي عليك لعنة الله إلى يوم الدين. ذاك ليس بحق كل هذه البغضاء والضغينة من خلال القسوة، ولكن بالمقابل هذا الاستهتار الذي حصل في زمان. يكلم الأب ابنه أو الأم ابنتها لا يردون أصلا ولا يجيبون، ولا يعني ولا قيمة للأب والأم عند كثير من الأبناء. فيأتي ذلك ينعكس في بيت الله، يأتي تنظر كثير من الشباب سين الظهر نايم على كشكور، ورجل من ستين أو سبعين جلس القرفصاء. يا أخي اتق الله، اتق الله يا أخي الشاب، هذا مكان الرجل الكبير، هذا يعذر في إسناد ظهري، أما أنت معذر. إن كنت من الآن ضعيفا عاجزا بعد ما تتجاوز الخمسين إيش يأتي عليك؟ لعلك تنام في قلب المسجد. هذا أيضا مما ينبغي التنبه إليه، بل أكثر من ذلك، إخوتنا الكبار كبار السن، إن استطعتم أحبتي ألا تسندوا ظهوركم فلا تفعلوا، وبخاصة في صلاة الجمعة. بعض الإخوة ينقل كلمة ولا يدري معناها وتفصيل حكمها. كثير من الإخوة أسمعهم يقولون تشبيك الأصابع في المسجد حرام. هذه الكلمة لها تعلق بصلاة الجمعة ولها تعلق بإسناد الظهر وهكذا. إيش تفصيلها؟ أولاً هذا كونه حراماً هذا غير صحيح. تشبيك الأصابع في المسجد كونه حراماً هذا غير صحيح. أما أن يكون مكروهاً في حالات فهو كذلك. مكروه في حالات. من هذه الحالات الاستماع للخطيب يوم الجمعة. قال إيش بس يعني شبكت أصابعي ولا فرقت أصابعي؟ قال بعض أهل العلم قال ليس المكروه فقط أن تشبك الأصابع، وإنما أن تجمع رجليك إلى ظهرك إلى استنادك على الحائط وتستمع للخطبة. ما الذي سيجر ذلك؟ النوم. فقال كثير من العلماء إن الذي يكره هو تشبيك الأصابع مع جمعها مع الرجلين، أرفع رجلي وأضب رجلي وأسند ظهري للحائط وأنا أستمع للخطيب سأنام بعد ذلك. فقال إن ذلك مكروه لهذه العلة. فأما إذا شبكت أصابعي وأنا مثلا لست أستمع لخطيب يوم الجمعة ولم يحصل المنام، أو كنت قد فرغت من الصلاة. بعض أهل العلم يقول الكراهة أيضا ما بين أداء السنة والفريضة هذه المدة بعد ما أخلص السنة وأجلس أنتظر. قالوا أيضا بعض أهل العلم يكره في هذا الوقت كذلك. قالوا العلة ألا يجلب الإنسان لنفسه النوم، كل معظم العلة مرتبطة بموضوع أن يضيع الإنسان نشاطه أو يضيع وضوءه أو يضيع انتباهه إذا كان الخطيب يخطب. فأما مطلق هذه المسألة فليس بحرام. هذا يا أيها الإخوة تنبيه لنا، إذا كان التشبيك بين أصابع في شيء من الكراهة كي لا يضيع الإنسان انتباه للخطيب. فكيف بكثير من الناس كما قلت يسند ظهره من أول الخطبة ثم يستيقظ صار وقت الصلاة، يلا الله أكبر أضحك، أنا رأيت الأمر والله بعيني مرات وأقول يا ريت ختيار بالعامي، والله ما ختيار خير. يا طيب مالك شبعان نوم البيت عم تكمل الجامع، الله يهديك، لا أقول أكثر.
يا أخي الكريم، هذه الخطبة الانتباه لها أيضا مطلوب شرعا طلبا جازما، ولكني لا أعفي بعض إخوتنا الخطباء من الحق أيضا حقيقة. أقول ما لي وما علي وما لنا وما علينا. كثير من إخوتنا الخطباء خطبته تنيم للأسف. الموضوع الذي يخطب فيه قد قيل فيه 300 مليون مرة نعود، ولا يأتي بأي كلمة تتعلق بالواقع. بقرأ لك الآية والحديث بسرد لك يا أنصار، يعطيك العافية. وبعض المساجد للأسف، ولا أقول ذلك انتقاصا، قال هذه السنة، والله موافقة قولا واحدا موافق، هذه السنة تقصير خطبة، ولكن أوصلت فكرة مطلوبة للجالسين في المجيء. إذا قصرتها على آية فقط وحديث فقط، فهموا شيئا، وصلت، شرحت الآية بشكل جيد والحديث بشكل جيد، إما هذا يخطب 5 دقائق أو يخطب ساعة وربع. طيب ما في اعتدال في المسألة؟ خطب ربع ساعة مقبول، تشرح الآية بشكل جيد، توصل الحديث بشكل جيد، تعطي حكما شرعيا متعلقا بها، ولا تطول على السامعين، وكل الأمور تمام، تقرب من السنة في عدم الإطالة. ثم بعد ذلك كذلك لا تختصر كثيرا كي لا تضيع إيصال الفكرة على المستمعين، تجمع بين الشيئين. أما لا هذا ولا هذا، وكثير من الإخوة يأتي من الحمدانية إلى أقصى أماكن حلب. لماذا؟ الخطبة ساعة نص، أنا بحب السماع. طيب واحد تاني بالعكس، الخطبة 7 دقائق، بحب أروح أنا كمان. أقول لا هذا ولا هذا. لذلك هناك حق على بعض إخوتنا الخطباء، ولكن هذا يعني قد يكون من نصيحة وجهي. أما عموم مجتمعنا الذي استهتر بهذه المسألة، فإن الحق الأكبر عليه. مسألة تعظيم يوم الجمعة، هذا اليوم الذي خلق الله تعالى فيه آدم وأدخله الجنة وأخرجه منها، وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة الإجابة، تلك الساعة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، فيه أي في الجمعة، فيه في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. من باب التذكير، أي الأوقات أقرب إجابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لنا بالتحديد 100% أنها في وقت محدد، مثلها مثل شأن ليلة القدر. لماذا؟ لو قال لك بها الساعة، ولعل كثيرين يفعلون ذلك، قال لك ليلة 27، بيجي ليلة شباب 27، بصلي وطول السنة ما بصلي، نص شعبان بيجي بصلي نص شعبان ويعطيك العافية للسنة اللي بعدها، خلاص الورقة سقطت حطيتها بجيبي مش محل. هنا وراء ما بعد، يعني تذكرون نص شعبان قلت هذا الكلام غير صحيح في الأصل، هذا الكلام في يورا وكل أمر حكيم وكذا، هذا لا يكون كذلك، وإنما يكون في ليلة القدر. نعم، إذا كثير من الناس في هذه المسألة أيضا ينبغي أن يراعيها، مسألة ساعة الإجابة. أرجى الأوقات التي وردت أحاديث تشير إليها 3 أوقات. الوقت الأول من بعد طلوع الفجر إلى إشراق الشمس، من طلوع فجر يوم الجمعة إلى شروق الشمس. الوقت الثاني ما بين أن يجلس الخطيب، أن يصعد الخطيب إلى المنبر إلى أن يفرغ من خطبته، يعني يدخل فيه الدعاء الذي يدعو. الوقت الثالث ما بعد أذان العصر إلى أن تغرب الشمس. كل هذه الأوقات أو كل هذه الأوقات ورد فيها أحاديث تشير إلى أنها من أرجى الأوقات إجابة، ولا بد أن تكون ساعة الإجابة في واحد من 3 الأوقات هذه. كنت أعجب من سنوات أرى بعد العصر يوم الجمعة وقتا له في الأسبوع كله من بعد العصر للمغرب عند 95% من المسلمين بالمئة، من بعد العصر للمغرب، يا نايم يا اتفرج على التلفزيون، يا طالع سيران، يا بلعب بالطابة، يا مباريات الدوري كانت، يا ما أدري إيش، يا من بعد العصر إلى المغرب. هذا من أرجى الأوقات إجابة، ولا إنسان يدري له جهنم، ومعظم الناس مستيقظون
يعني مثلا بعض الفجر الى الشروق بعض الناس غفر الله له يعني يعتذر بالنوم وهو ليس عذرا لكن يعتذر به، ولكن مثل هذا الوقت انا مستيقظ فيه ومن ارجى الاوقات اجابه اضعه هكذا هملا ولا اسبح ولا استغفر ولا اكثر فيه من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الاحاديث في شان الاكثار، ولا اسبح فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. قال اهل العلم تصبحون ما بعد الفجر الى الاشراق وتمسون ما بعد العصر الى المغرب، الاكثار من التسبيح في هذه الاوقات ايضا عظيم الفضل. فهذه اشياء يغفل عنها كثير من الناس، اردت بيانها دخولا مع قصتنا التي سقناها من قصص القران. أسأل الله تعالى أن يجعل تعظيم شعائره في قلوبنا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء، والحمد لله رب العالمين.